كل اعواد دير تنيات ثلو شارا منه وايت ابو ابني شنيه مارا ولهاني شعب شيحا امين. صوت ابن خرطه يا الهي خلصاني ديود بني حنيوثا اي شعب شيحا انا بديود قصيده اللي بياني ابنك ابو حاط القط ولك نقنا نقام الاقلاف القديشاتا انا مخشمنا لتقياتي من عمق الذبي وطلب منه شو قال وكبر بانه من كل دياني من كل مندي ما بدي نعمل بي غيالي شو عزيزه ديون مني حب بابا مظهر عقلي ومخم لبي ومرتف له تدن تخن بورخدي ومجهيني فكبيره إزالة الطور قابلتا وبدمصن بيام الدمت بشمنتا وقابلت باش اخوات وحشدي وقشية وبحق الدم قديشة ودري بدم يا الي حلويا دبقاوت ارخد اصلي وقديشة يلفل بانه شف انه دايم وثامين. والابن والروح القدوس كما كان في الأيام
واحتد متخلقا واتشكى
مستصعبا. فيا يسوع إله الفاق صبر، اخفض كبريائي، امنحني فضيلة الصبر حتى اقتدي بك وارافقك الى الموت مستفيدا منك. امين. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا حوزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن ايضا نغفر لمن اخطا الينا، ولا تدخلنا في التجربه ولكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والشفاء الى ابد الابدين. امين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطرة، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس. ارحمنا يا رب، ارحمنا كما تأتي الموتى مرة، طعنا قلب دارا من جرار ابننا. سابق طالخ يمشي حوكم برخاخ له، مالتكم وتتفافي دلن وإيش عمي طبحش الدمية دناشة حطايم اللي الإيل من آذي كم قد مهم يمي الكيوي تشخوص دخطيفي. اوه من ادي زيت المرانيته كبيره، يا يمه مرح الشراب انا كذا ند ادي زيت المرانيته بادي فقته كود عذاب دبرونا عذاب يمه، انا كذا نخطيات راب اني لا عند خرزي لايش عطره، وايه يبثلتم يقرت بقاود ربخ إن همك يذن الإيشع إلى نبوة رحمة، وآية إيوة أمود بحطاي بدن من نخل طلبا بستهوثا، يا يما مرحمنيثا قاود إينش في خدمة وبلبس حيقة بشمنتا، طلب طالي الإيشع برونخ شو قانا بخطياتي، طلب لي شو قانا، طلب لي شو قانا. آمين. آمن بوش ميان القداش ما اختيت ملكوتا، نروي سميانا خيك النت وش ميان برعا، أولاد أحمد سؤال يومنا وشغلان حوبين وعطاين خيك النت وحنا شغل حيا. Oh,
الطيب يسوع. نسجد لك أيها المسيح ونباركه. لتخفيف تعب يسوع إله الحبيب يقتضي غصب رجل عنفا ليحمل عنه الصليب، ولكني لقد فهمت بالكفاية ما هو معنى ذلك، إني أنا هو ذلك القيرواني الذي ليس باختياري بل خصبا أحتمل بعض الأحيان صليبا ما خفيفا جدا. تقدمه لي أنت يا يسوع إلهي، فما أكثرني جهلاً إنني لأجل ذاتي وأغراضي لا أبالي بالأتعاب ولا أخاف من المخاطر ولا أعبى بالكد والمشقات. أما لأجلك يا يسوع الحبيب فإني أستثقل كل شيء وأهرب من كل شيء وأستصعب كل شيء، فيا لعظم فتوري ويا لجسامة سقمي. فيا يسوع مخلصي اعطيني قليلا من الحرارة والنشاط، شجعني على التألم معك حتى أستطيع أن أتمتع بك إلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاءنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا مغفور لمن أخطا إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسمع إلى أبد العالمين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الفقراء الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما سبع طالو خيام شي حوكم برخاخلو وأصلي وقديش أنفسكم حالما طالي سالم لا أبي كفية. يا بخت مرحب برعظم طالي هلا يا طوني ثوارينا، آنك عاجب لي تطون بلبي، أبي صرت قدشتم صرت تفاتد مخلصاني الديل معذوبة، لكن لبي قشلن وحب دقياني وبقايا دراموثة كوديلة اللقى بالمخآذي صرت قدشة بدم يا مخلصاني من يا حنينوثة، بريبي لب خاثة نظيفة وسحيقة ومكيقة، ولا دادي لبا وعشم قديشة بد أنا قصيدة وندب إنه آية الخوذخ يا إيش عطوت دين حوذيته.
إيش الخوذة تبن دود النيش عند خيار تديد إيش عيلخ ميرد محكيفي إيش عيلخ ميرد مشتاق وصد حب تلبي إيش بالشقل النخ ميرد بصخوثي بخايف إيش بالشقل النخ قوة تطالب عدان دموثم وبشم إيش كنشهد كل عدان آدم سلمن قياني آمين أوند وش ميان القداش مرتك الملكوتة ليه الصبيانة حيث إنك وش ميان أكبر أولى المحفظ سلطان اليومانة وش قدا حوبين وأكبر سيدنا لا بحنا شكرا حيا وين لتكن مشيئتك كما
ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس كما كان. ارحمنا يا رب ارحمنا اشركني في حزنك عند قهرك يا بغيوم فاعداني سبب ابطال خيام شي حوكم برخاخلو وقصدي وقدي شف الصبح انا فملي يم خلصاني عزيزا انا فملي مرندمي لمعنى التنيثو لا اللوخ الا اللي دقيانيك لزمة الباطن دخية مريرة ودمي مزيدي عذابه إن لها وادم البشمنتة بدل بخية لبدي بخي لا إلا عزيزه قدير بزال الموتى إلا إلا دخطيته أدي لام نوبول الموتى هاي بدهاوي قشية كبيرة لدقيانه إن ليدد ما خد تخطيته قدمد تياوثة يا دمد إيشم خلصاني ميكرم مرتخ للبي دلك باخة مبهر عقلي دلك فهم مبثل عجبوني كم درقل اي نعم يا ايشم خلصاني انم بوشمني ونم كل لبي دخطياتي ولك بطلا من مشتيقوني وبخايق اللي والنفس هراي الخايدي وكراب الموثة الفقهاتا ولدأر قاخرة الدخطيثة بدأ مقوي لبشمنتي ومذبت لمقصد دي بنعمدي وقال هيتا آمين. أوند وش ميان القداش ما فيك ملكوثة نوصو يا نار ايقنا وش ميان برعا أولاد الأحمد سلطان اليومانا والسلطان حوضين وحطاهين ايقنا
التاسعة نتأمل يسوع ساقطا تحت الصليب ثالث مرة. نسجد لك أيها المسيح ونباركه، لأنك بصليبك المقدس ابتليت العالم. آه يا يسوع إلهي، يا يسوع رجائي، إنني أشاهدك أيضا مرة ثالثة ساقطا تحت الصليب. فحقا إنه ليس الخشبة هي التي تثقل عليك بكل هذا الظلم والقساوة، بل أن عدم معروفي هو الذي يجعل صليبك ثقيلا بلا حد، حتى إنه لا يمكنك حمله. فسقطاتي المتواترة في الخطيئة تحسن لها هي التي تسبب سقطاتك، لأني ليت شأني كم من ممرة أرجع من الخطيئة إلى الاعتراف ومن الاعتراف إلى الخطيئة. كم من مرة أوجد خائنا نحوك، كم من مرة أغيظك، فإنني لعالم أي نعم إني لعارف إن هذا الثقل الغير المحدود الذي يثقل صليبك الشديد في الغاية. أما الآن فإنني أعزم على ذاتي بأن أصلح سيرتي، ولكن ليت شعري، ماذا ترى يحل بي أنا الشقي إذا رجعت أيضا فسقطت ولم تعد أنت تعطيني عونا لكي أنهض مقتديا بك؟ إلا أني أرى تحت رجلي جهنم فاتحة فاها لتبتليني. فيا يسوع إلهي الغير المتناهي رحمتي، اسندني بآلامك، استرني في جراحاتك، قوني بدمك الأقدس حتى لا أرجع أبدا إلى الخطيئة أبدا أبدا. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسليح إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس، كما كان في البدء والآن. ارحمنا يا رب، ارحمنا، اغفرني يا رب قلبي حبا للمسيح ربي يلقى كم كان
وآية يا إيشا مخلصاني حلويا فيش المشكة مرتب الجيقة ميواته أنا بس من خوشي وما تنكيفي وآية والبوسامة المنفوتة تنسوك من كيف وأنا بسامنك يا أوثى وكرحت منها آه يا حيف شدها وهذا مسبرة بتخشوا لي لدرك الكبيرة دايب يوزد يقوت بكيانا بيش المحبة وانا حطايا بس من كيف بدن شاب الطالي خلص من كيف ديو وهني عون تنعم ديو نهاو تقلقول الهادي مررتا تمشاتين وخلصاني ماذا خلص بشمنتا ما بتقولت يا جياني قينك بشمنت نعم يا إيشا مخلصاني من كيو رافن أنا كم حيثن كل اللي بدي اختياتي وبطرد منه وضم رحمة إني بيد أنا كيف النغلين كل من دي آمين أون بوش ميان القداش ما في من كوثا ما هذه الأوجاع ما هذا
ترى كم من الهوان وكم من الذنب. من لا يستطيع أن يشاهدك يا يسوع حبيبي إلا وتهطل عليه الدموع. من يستطيع أن يتأملك إلا ويحس بقلبه متزمقا توجعا واشفاقا. فاسمح لي يا مخلصي أن ننازع لأجلي، اسمح لي بأن أقترب منك. وإذ كانت خطاياي قد ساقتك إلى الموت، فأريد أن أقبل هذا الصليب وأختفي في هذه الجراحات، وأستقي من هذا الدم الأقدس. فيا جراحات مخلصي ودمي، يا دم مخلصي وجراحاته، إذ كنتم قد افتيتموني فخلصوني، خلصوني. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس. كما ارحمنا يا رب، ارحمنا ابنك الملهم ألم هو من أجل ألم. أعطني منه النصيب Oh, yeah.
نسجد لك أيها المسيح ونباركه لأنك بصليبك المقدس ابتليت العالم. أيتها الأعضاء القديسة أم يسوع مخلص المصلوب، أنت تقبلينه في حضنك، فحقا إن كنت لا تموتين من شدة التوجع، وإن كان الحب لا يميتك فهو لأن يسوع لا يريد أن تموتي هكذا. يا لعمري أن عذابين قادحين في الغاية قد اتفقا لافتدائي، وهما ذبيحة جسدية في الابن وذبيحة روحية في الأم، وكلاهما من أجلي أنا الإنسان الناكر الجميل. فيا رحمة يسوع مخلصي غير المتناهية، ويا يد العذراء أم الأحزان الجزيلة الرافعة، إنني أسجد لكما وأشكر أحسانكما. وأسفا، ترى ما أشد قساوة خطيئتي. أيتها الخطية الملعونة، إنك لقد عذبت الابن الوحيد ومزقت قلب الأم الحبيبة. من ذا يصف شرك؟ فيا لك القمة القديسة، قبلة قبلي عني تلك الجراحات، قبلة قبلي ذلك الصليب الملطخ بدم حبيبك المرهق. أنا لا أكسر أن أدنو منه، لأن خطيئتي تصور أمامي سوء خيانتي وقساوة قلبي. فيا أيتها العذراء المتألمة المتعذبة، التمسي لي هبة الندامة، وباستحقاقات شدة اكتئابك استمعي لي نعمة التوبة والخلاص. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دار الدارين. آمين. ارحمنا يا ومن الآدي كله
الصلاة عندك حيني وفيسي له. أنا تعاجبني يا يشوع تتباطل من تموت وما خيانة بدل كلها ناشر وتسانن بدل كل خطيثة أذكر سلمان وغموتة شلها وطالق يا إلهي لبي قورة اي نعم يا إيشا مخلصاني مكامل رحمة بيض أمي هاي اللبي منبث له خادش له وتبور بكاوة صرت بموت وما خيانة تتقبلني موتي بعشبوني بسبب حب ديو وهني بدن ميت كل يوم من كياني هاوي بتخايل امك والابد امين امن وش ميان القداش ماضي في ملكوثا ورخ الثامين ومنقوط الإشمعية
مريم لها نار